بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السادة المشاهدون، تحية إيمانية قرآنية متجددة في مستهل هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم في رحاب القرآن. ما زلنا على هذا الدرب نسير، حيث يقسم الله بما شاء من مخلوقاته، ولا يجوز للمخلوق أن يقسم بغير الخالق، ولا ينبغي للمسلم كذلك أن يجعل القسم بالله ديدنا له في كل شيء، فالله أعظم من ذلك. وقسم الله بمخلوقاته دليل على فضلها أو مكانتها أو دلالتها أو مواصفات تتعلق بها. الله سبحانه وتعالى ورد في كتابه كثير من الأمور أقسم الله بها سبحانه وتعالى، وللقرآن أساليب متعددة في معالجة النفس الإنسان. فتارة يخاطب الإنسان بخطاب لين لعله يتذكر أو يخشى، وتارة يخاطبه بخطاب قاس لعله يتذكر ويقرر مصيره بنفسه، وأحيانا يخاطبه بأسلوب البسط لشؤون العاقبة لعله يجتهد ويقرر المصير، بل بأساليب أخرى. لكن السور المكية وخاصة السور التي نمر بها هي شديدة الإيقاع وجازمة في التبليغ وموجعة في الوعيد ومذكر بغاية التذكير بالمبدأ وبالمسير وبالمصير. إنه هو القرآن المكي بشكل عام، والسور التي نمر بها هذه الأيام بشكل خاص سورة القيامة. إذن سيكون معنا في مناقشة مقرأ ومضامين وبعض مضامين هذه السورة إمامان، ومعنا أيضا شاب مجاز. إذن يسعدنا أن يكون معي القارئ المعروف الذي تطالبون بها أيها السادة المشاهدون كثيرا، وهو الراجل والعثمان. مرحبا بك. أيضا معي على اليسار الشيخ الإمام عبد الله ولا عبد المالك، ومرحبا بك أخي. حقيقة منذ بعض الوقت لم تأتنا. ومعي أيضا القارئ أبا عالم والسيد عثمان، وهو شاب مجاز وهو من مدرسة العون. قبل أن نبدأ، نحن نعلم أيها السادة المشاهدون أن نمر الآن في فضاء منطقة زمنية يجب التوقف عندها والتفكير فيها والتعبير بها. ولعلني أسأل المشايخ قبل أن نسمع القراءة عن مسألة تاسعة وعاشرة، وماذا ينبغي أن يكون في هذين اليومين من فضائل الأعمال ومن الصوم. إذن بداية شيخ، بداية نريد أن نستمع، نفتتح به المقطع الأول من هذه السورة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة، ولا أقسم بالنفس اللوامة، أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه، بلى قادرين على أن نسوي بنانه، بل يريد الإنسان ليفجر أمامه، يسأل أيان يوم القيامة، فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر، يقول الإنسان يومئذ أين المفر، كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر، أنبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر، بل الإنسان على نفسه بصيرة، ولو ألقى معاذيره، لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه،
فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. صدق الله العظيم. شيخ بأي رواية كنت تقرأ؟ برواية عرش. برواية عرش، إذا الشيخ تفضل تسمع منك رواية أخرى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه. بلى قادرين على أن نسوي بنانه. بل يريد الإنسان ليفجر أمامه. يسأل أيان يوم القيامة. فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر. يقول الإنسان يومئذ أين المفر. كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. لا تحرك به لسانك لتعجل به. إن علينا جمعه وقرآنه. فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. ثم إن علينا بيانه. صدق الله العظيم. بارك الله فيك شيخ. نحن كنا في مثل هذه الحلقة نبهنا إلى أننا اليوم أمام يومين عظيمين، فماذا على المسلم في هذين اليومين؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رحمة العالمين محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سأل الله السميع العليم أن يجعل هذا الكلام خالصا لوجهي، وأن يتوب علينا أجمعين وعلى المستمعين والمشاهدين وعلى جميع المسلمين. لا شك أن هذين اليومين عظيمين، لأن هذا اليوم الذي نحن فيه هو يوم تاسعاء وبعده يوم عاشوراء. وهذا اليوم الذي هو يوم عاشوراء يوم نجى الله عز وجل فيه موسى، وهو يوم صيامه كما في صحيح مسلم يكفر ذنوب سنة ماضية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: احتسبوا على الله أن يكفر ذنوب سنة ماضية. هذا اليوم الذي نجى الله عز وجل فيه موسى، وحين قدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وجد اليهود يصومون يوم تاسعاء، فقال: لماذا تصومون هذا اليوم؟ قالوا: هذا يوم نجى الله عز وجل فيه موسى. فقال: نحن أولى منكم بموسى، لئن حييت إلى قابل لأصومن التاسع. فصام التاسع والعاشر. فهذا يوم صوم، هو يوم الجمعة تضاعف فيه الأعمال، ولد فيه آدم، ومع ذلك صادف هذا الموسم العظيم وهو يوم التاسع. يوم التاسع، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يصومهم، وغدا هو اليوم العاشر، وهو صيامه يكفر ذنوب سنة كما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي ذكرت. فلا بد إخواني من الكثار من الطاعات في هذه الأيام. فموسى معلوم أن اسمه ورد في القرآن 129 مرة تقريبا. في سورة طه ورد اسم موسى تقريبا 16 مرة في سورة طه وحدها. ومن ذلك قول الحق جل وعلا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ذكرني لا 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 سبي هذا. وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس وأجد على النار هدى. فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك.
أي شيء أعظم من أن يختارك الله يا عبد الله. وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى، إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى، فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى، وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى، قال ألقها يا موسى، فألقيها فإذا هي حية تسعى، قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى، واضم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى. نعم، هذه السورة العظيمة. نعم، وردت في موسى عليه السلام. نعم. إذن هذا اليوم وغدا أيضا ماذا ينبغي المسلم من العمل الصالح؟ نعم. أول وأفضل شيء يفعله المسلم في هذه اليومين الصيام، صيام صح في صحيح مسلم. أما ما يقوله الناس من التوسعة على العيال ليلة عاشوراء فلم يصح شيء من ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو بدعة، وأما ما يفعلونه من الاحتفال بهذه الليلة ومن قيام الأولاد بالألعاب والذهاب إلى الدور واختطاف بعض الأمور وتفدى منهم ببعض المال فهذا بدعة ما أنزل الله بها من سلطان، فينبغي للمسلمين أن يعودوا إلى كتاب الله عز وجل وإلى سنة محمد صلى الله عليه وسلم، ولا يتقربوا إلى الله عز وجل بالبدع لأنها تبعد. نعم. عن الله إلا بما شرع. إذن كما تفضل الشيخ، يعني اليوم التاسع ويوم عاشوراء كما ورد في السنة الصحيحة أن يسن صوم هذين اليومين، وإن شاء الله أنتم السادة المشاهدين تكونوا على بينة، أصبحتم على بينة أن وإن شاء الله تصومون في هذين اليومين، لأن يوم عاشوراء ويوم تاسعاء ورد فيهما أحاديث بمسألة تكفير ذنوب السنة القادمة. الله يوفقنا جميعا. شيخ، نحن اليوم في سورة القيامة وبين يدي هذه السورة، ماذا تقول؟ لا شك أن يوم القيامة يوم عظيم، وهذه السورة عنوانها يوم القيامة، فالله عز وجل يقول فيها: بسم الله الرحمن الرحيم، لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة، أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامة، بلى قادرين على أن نسوي بنانة، بل يريد الإنسان ليفجر أمامه، يسأل أيان يوم القيامة، فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر، يقول الإنسان يومئذ أين المفر، كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر، ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. سورة كريمة تعرض لنا يوم القيامة، أقسم الله بيوم القيامة على يوم القيامة كما قال المفسرون، المقسوم به هنا هو المقسوم عليه يا عباد الله. يوم القيامة ما هو؟ يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون. يوم القيامة حذرنا الله منه فقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم
فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. يوم القيامة وردت أسماء كثيرة ليوم القيامة. يوم القيامة هو الواقعة التي ذكر الله فيها سورة كاملة تسمى يوم الواقعة، والقارعة سورة كاملة تسمى سورة القارعة، وسورة الحاقة الحاقة يوم القيامة. أسماء كثيرة تتعلق بهذا الاسم، وكثرة الاسم كثرة المسمى تدل على عظم المسمى، كثرة الاسم الشيء الواحد تدل على عظمه. وهذا اليوم سبحان الله في آخر آية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم يحذر الله من هذا اليوم، تلك الآية التي ما عاش بعدها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا 9 ليالي، الآية رقم 281 في سورة البقرة. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. هو يوم القيامة، إنه يوم القيامة شيخ حقا. وانت كما تتابعون السادة المشاهدين أيضا سورة القيامة كنا نتابعها في هذا المصحف صاحب الطبعة الجميلة الجليلة الذي نفتخر به جميعا، وهو أول مصحف يكون تكون طبعته على نفقة الدولة الموريتانية. فهنيئا للمحاضر وللشعبي كله بهذا المصحف الذي أصبح متوفرا عند الجميع. إذا أيضا ندعوكم كما كان يقول الشيخ في هذه السورة التي سميت القيامة أن تتدبروا هذه السورة، وخاصة من خلال القراءة الجميلة التي نطلب من الشيخ أن قرأنا بالرواية التي لم يقرأ بها سابقا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة، أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه، بلى قادرين على أن نسوي بنانه، بل يريد الإنسان ليفجر أمامه، يسأل أيان يوم القيامة، فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر، يقول الإنسان يومئذ أين المفر، كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر، ونبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر، بل الإنسان على نفسه بصيرة، ولو ألقى معاذيرة، لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، ثم إن علينا بيانه. صدق الله العظيم. شيخ تفضل. شيخ نعم تتم لأهمية صيام هذين اليومين. أقول إن الشريعة الإسلامية لها مقاصد عظيمة، من هذه المقاصد أن هذا المؤمن يفتح له المجال دائما فيما يتعلق بالطاعة لكي يكون دائما مستقيما في هذه الحياة، يتزود من المواسم. نعم هكذا. نعم. لذلك الله جل وعلا كل ما فرض فرضا جعل له نفلا. هناك نافلة. إذا الحج هو فريضة، إذا العمرة تأتي نافلة. إذا عندك الصلاة الفريضة مفروضة، هناك كذلك نوافل. رواتب كذلك نوافل. وهكذا الصوم ذلك تأتي 6 أيام من شوال، هنا كذلك تسعة وعشرة، هنا كذلك أيام العشر من الحجة. نعم. وهكذا. تالي المقصد من هذا أن يكون المؤمن دائما في طاعة، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب أني افترضت عليه، ولا يزال عبدي تقرب إلي بالنافل أو نافل حتى أحبه. وكذلك لها أهمية عظيمة تعود على هذا الإنسان، كونها يعوض الإنسان بهذه النوافل ما فاته من الفرائض، نواقص التي تكون الفرائض. نعم. تالي يوم القيامة عندما ينظر إلى صلاة العبد إذا كان فيها نقص الله جل وعلا يقول انظروا هل له من تطوع. نعم.
وكذلك الصيام وكذلك الحج. مثلا اذا شاب الصلاة شيء من عدم الاطمئنان او عدم الخشوع او عدم تكمله بالنوافل. تكمله بالنوافل. بالتالي على المؤمن ان يحرص على هذه النوافل. نعم، لانها في الحقيقة هي مهمة جدا له، خاصة في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. بارك الله فيكم. شيخ، قبل أن قبل أيضا أن أتركك، لا بد أن تنبه إلى مسألة ورش هنا وقالوا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، صلي وسلم على أنبث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ونتدى بهدي واستنى بسنته إلى يوم الدين. تبرت من حولي وقوتي واعتصمت بحول الله وقوتي، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يقول الله جل وعلا، بسم الله الرحمن الرحيم، لا أقسم بيوم القيامة. إذن هذه البسملة، على القارئ أن يبتدئ بالبسملة في بداية السورة، ولا بد منها في ابتدائك السورة. نعم، القراءة عندما نبتدئ بالسورة لا بد أن نبدأ بالبسملة. نعم، الحمد لله لأمر واضح. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، لا أقسم بيوم القيامة. ما يتعلق بورش، نجد حكم الأول في هذه السورة يتعلق بالمد، والمد له ثلاث أقسام كبرى: المد اللازم بأقسام أربعة، والمد الواجب، والمد الجائز. وهنا نجد ما يعرف بالمد المنفصل، وهو يدخل تحت دائرة المد الجائز. فهذا المد المنفصل بالنسبة لورش الإمام مرش، فإنه يعطيه الإشباع، يشبعه ست حركات. بينما الإمام قالون فيه عنده فيه وجهان: الوجه الأول بالقصر، والوجه الثاني بالإتيان، والمعمول به أساسا القصر. هو القصر. نعم، كما قرأنا قرأته وقرأ الشاب الشيخ كذلك. نعم، ثم نأتي الحكم الثاني من أحكام التجويد، ويعرف بالقلقلة. أقسم، من هنا أنبه على أن هذه الهمزة أي الهمز هي صعبة المخرج، تالي ينبغي للقارئ عندما يصل إلى كلمة فيها هذه الهمز بالهمز بالنطق به تكلف، فسهله تارة وحذفه وأبدله حرف مد نحضا ونقله للسكون رفضا. تعاملوا معه بهذه الطريقة لكي يسهل التلفظ به، لأنه في الحقيقة هو صعب، لأنه مخرجه حروف مد للهواء تنتهي، اللي هي الهمزة، الهمزة والياء والواو. بالتالي ينبغي القارئ إذا وصل إلى كلمة فيها همز أن ينتبه. نعم، لا أقسم. نأتي كذلك لحكم ثاني يعرف بالقلقلة، وهذه القلقلة هي معناها اللغوي التحريك، ومعناها الاصطلاحي معنى التحريك. القلقلة هذه يعني هي قلقلة عند جميع القراء. هي قلقلة عند جميع القراء. نحن هنا نتكلم أساسا عن أحكام عامة بشكل. نعم، بالتالي بعض الناس يظن أن هناك أن الأحكام تتعلق بورش دون بعض. لا، ورش تتعلق بأحكام تكون بين قوسين. الخلاف يكمن في المدود. نعم، وكذلك في الإيمال، وكذلك في ما يتعلق بترقيق الرآت وما إلى ذلك. إذن هذه القلقلة هي قلقلة عامة، ومعناها التحريك في اللغة والاصطلاح اضطراب المخرج عند النطق بأحد حروف القلقلة، كأنها نبرة عندما تقرأ تأتي بنبرة. لا أقسم. نعم، هاي نبرة في كبرى وصغرى. في، نعم، تنقسم هذه القلقلة تقسام. قسم القلقلة يسمى بالقلقلة الكبرى، وقسم يسمى بالقلقلة الصغرى، وقسم يسمى بالقلقلة المتوسطة. ونحن هنا أمام القلقلة الصغرى. وهذه القلقلة الصغرى الهدف منها أو الغرض منها لكي لا يتوهم السامع أن هذا الحرف أنه مضغوم فيما بعده، تنقلقل ونحرك هنا حتى يسمع، لأن هذه الحروف حروف متقاربة جدا. تاي نقول لا أقسم، لا نعطي، لا نقول لا أق، تاي القلقلة كبرى، بل هي هنا قلقلة صغرى هكذا. إذن لا أقسم بيوم القيامة. كذلك هذه بيوم، هذه عندها صفة تسمى بصفة اللين، واللين ضد الخشونة، ومعناها بالتجويد أن ننطق بالحرف دون تكلفة. لا نقول بيوم، نجدها لا ريب فيه، لا نقول لا ريب فيه. نعم، صفة تأتي بهذا تنطق بسهولة دون أن تتكلف كلها. بيوم القيامة، يعني أنت بعيد من تشديد الياء هكذا، بعيد جدا، لأن لابد أن تمر عليها مرة الكرم دون أن تتكلف كلها. هذا هو الذي يشرحه
به يشرح علماء التجويد هذه الصفة بهذا المعنى أن ننطق بها بدون كلفة. واو وياء سكن وانفتح قبلهما قبلهما. نعم واو وياء سكن هنا يجب الحذر يجب الحذر من التشديد أو أن تبقي كلفة. لا نقول بيوم بيوم القيامة حكا. كرمك الله الشيخ. نعود إليك في هذه الأمور التي لا يمل بها. نسمع منك رواية ورش قبل أن نأتي للشيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. تفضل انتهي. نعم. ملاحظة بسيطة. العلم يكون متواصلا لا يكون فيه تدحرج. نعم يكون متواصلا لا نقول ولا أقسم نقول هذا أما لا نقول ولا أقسم لا نقول إذا يكون متواصل. ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه صدق الله العظيم. بارك الله فيك أبو عالم السيدي عثمان وشكرا لك على هذه القراءة الجميلة. معي بعض السادة المشاهدين بدأ المشاهدون يلتحقون بنا لأن نستقبل هذه المكالمة. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. حياكم الله أستاذ محمد الحالة. حياك الله يا أخي بارك الله فيك. طيب مساء. مرحبا بك يا حيا أخي تفضل. صحيح. طيب وبرواية حفص كما عودتنا يا حياة طيب بارك الله فيك يستمعون إليك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر خسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر
بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيرة لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. بارك الله فيك يحيى. شيخنا لفت انتباهي مسألة الفرق الواضح بين نافع وبين عاصم في مسألة يحسبه مسألة برقة، وأيضا لفت انتباهي أيضا السكتة اللي عمل يحيى كلا لا وزر، ما تحدث لنا شيخنا. بالنسبة له هذا الفرق هو واضح جدا، واضح جدا بالنسبة لي. هذا هو اللي يسمى بالفرش. نعم، هذا هو يسمى بالفرشيات. الفرشيات هي أن تكون الكلمات تختلف من خلال الشكل. نعم، نجد وجعلوا الملائكة الذين هم عند الرحمن إناثا، نجد عباد الرحمن إناثا، وجعلوا الملائكة عباد الرحمن. الحقيقة هي القراءات منها ما هو مفسر للآخر. لذلك هذه رواية حفص عن عاصم وقال بأنها هي الحقيقة شارحة لبعض الروايات. سبحان الله. نعم، لأن يعني فصيحة جدا فيها كثير منها، رغم نعم. عن سبحان الله رواية ورشي ورواية قراءة نافع هي قراءة مدنية، أهل المدينة من أهل المدينة اللي هو قالون ونافع من أهل المدينة، وحقيقة لم يمروا في طريقهم إلينا إلا بمصر. أما نعم. الآخر فعراق. نعم، لكن كلا، أنا لا أظن أنها من السكتات التي عندها، من السكتات التي عند حفص، عنده 4 سكتات. كلا ليست منها. والسكت، الفرق بينه وبين الوقف، السكت تسكت مع جريان النفس دون أن تتوقع، بينما الوقف أن تقف تنقطع النفس، أما السكت فلا تنقطع النفس. قلوا كلا بل أرانا. نعم، كلا بل أرانا على قلوبهم وقيل من راق. هكذا هذا لأنه من قبيل فمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوى. نحن لا نعرف، إنما الرواية لها شيء يخصها، إنما الرواية نعتمد فيها على النقل ما هو منقول. نعم، وهذا خاصية يتميز بها القرآن الكريم. نعم. أساسا هو جاءنا عن طريق جبريل قرأه النبي صلى الله عليه وسلم، قرأه الصحابة، ثم جماعة تواترا جماعة حتى وصلنا اليوم غض الطرية. موقوف. نعم، بارك الله فيك. لنأخذ مكالمة قبل أن نذهب إلى الشيخ، تأخرنا عليه. إذا تفضل المشاهد، نحن في الاستماع إليك. السلام عليكم. السلام عليكم. مرحبا بك أختي. تفضلي أختي. الله بارك الله فيك. عليكم السلام. تفضلي أختي، نحن في الاستماع إليك. انتم هذه الصورة ما لكم جبتوا جيتوها، احنا كنا موقفين على والمختلف. بارك الله فيك على متابعتك معنا، لكن نتيجة لتلبية رغبة بعض المشاهدين نحن نعود هذه الصورة نظرا ايضا لما فيها من الاحكام وما فيها من المعاني التي يجب الوقوف عندها والتفكير فيها. تفضلي بارك الله فيك. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامة بلى قادرين على أن نسوي بنانة بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر
إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. بارك الله فيك. بارك الله فيك خدم الله. حقا كنت تقرأين بورش والشيخ لابد لديه توجيهات. نعم بالنسبة لقراءة البنت ما شاء الله قراءة كانت حاجة طيبة إلا أنها ينقصها التمرن على القراءة وما لاحظته ما يتعلق بحرف الاستعلاء فحروف الاستعلاء هي مفخمة أصلا والمطلوب من القارئ أن يعطيها ذلك التفخيم كما تكتب خاصة ما يتعلق بحروف الإطباق باق صاد وضاد طاء ضاء مطبقة وكذلك حروف الإطباق هي أقوى في الاستعلاء من حروف من بقية الحروف وحرف الاستعلاء فخ مخصوصة لإطباقها أقوى نحو قال والعصا ثم إن هذه الحروف استعلاؤها يتفاوت استعلاؤها يتفاوت بحسب وجودها فإذا كان حرف الاستعلاء مفتوحا وممدود بالألف فهذه هي أعلى درجة يكون فيها حرف الاستعلاء استعلاء نعم مثل قادرين يعني لابد أن كذلك كما قرأ الشيخ قرأ القارئ هما تيابي إن شاء الله بحكم عظامه يعني عظامه قادرين لابد أن أقول قادرين هكذا بليه قادرين على أن نسوي بنان تالي تنتبه المستمع والمشاهد لهذا الملاحظة ونشكرها على الاتصال. إذن بعد قليل نعود للشيخ إن شاء الله. إذن على بركة الله الشيخ نحن لم ندخل بعد في موضوعنا موضوع هذه السورة كنت تتحدث بين يدي هذه السورة والآن ما هي وقفتك الأولى معها؟ بسم الله الرحمن الرحيم. لا شك أن هذه السورة الكريمة تتحدث عن يوم القيامة ولا شك أن القرآن كأن القرآن كله بل والرسل كلهم من قبل محمد صلى الله عليه وسلم جاءوا ليركزوا للناس على الغيبيات لأن المرئيات كلها في الحقيقة خداعة لا تبقى على حال دوام الحال من المحال فصحتك مثلا زائلة وقوتك إلى زوال فالحقيقة التي هي حقيقة هي ما في الغيب هي قضايا القيامة ما يقع يوم القيامة دائم لا ينقطع ولذلك الله عز وجل أقسم بيوم القيامة كثيرا في يعني في السور وذكر يوم القيامة كثيرا ثم أقسم بالنفس اللوامة قال الحسن وهي نفس المؤمن ولذلك لا تجد المؤمن أبدا راضيا عن نفسه دائما يلوم نفسه إذا كان يفعل الطاعة يلوم نفسه لماذا لم يداوم على هذه الطاعة ولماذا لا تكون خالصة لوجه الله يقول لماذا نمت لماذا تكلمت تلك الكلمة لماذا أكلت تلك الأكل الغير جائزة وهكذا لا تجد المؤمن أبدا راضيا عن نفسه ثم قال تعالى أيحسب الإنسان ولن نجمع عظامه وهذه هي أم القضايا في القرآن قضية البعث ولذلك الكفار كذبوا بها كثيرا كما في سورة قاف أينا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد يرد الله عليهم فيقول قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أي مضطرب ثم يبين صفات علامات قدرته أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد
وأحيينا به بلدة ميتة كذلك الخروج، أي الذي يخرج هذه النباتات من الأرض كذلك تخرجون، كذلك سنخرج من الأرض. ولذلك حين يريد الله أن يحيي الخلق، أن يبعث الناس، يرسل سحابا على شكل المني تنبت منها أجساد بني آدم، ثم يقف ملك على صخرة بيت المقدس، وهذا الكلام في تفسير ابن كثير المجلد الأخير، يقف ملك على صخرة بيت المقدس ويأخذ الصور وهو على شكل قرن، لكنه مخلوق عظيم فيه، يعني فينفخ فيه فتخرج الأرواح، فيقول الله يا أيتها الأرواح ذهبي إلى الأجساد التي كنت تعملينها في دار الدنيا، فتذهب الأرواح سريعا سريعا فلا تخطئ روح جسدها أبدا. نعم، أيحسب الإنسان ولن نجمع عظامه، بلى قادرين على أن نسوي بنانه. وهذه قضية البصمات، علم البصمات، مفسرون الأول قبل أن تظهر البصمات يقولون بلى قادرين على أن نجعل أصابع يديه وقدميه كخف البريء البعير أو كالحافر كما قال ابن عباس وغيره. لكن اليوم اكتشف أن البصمات شيء آخر، ما فيه اثنان ولو تأمان تتفق بصماتهما، بل يريد الإنسان ليفجر أمامه، أي كلما كبر في السن كلما كثرت معاصيه وسيئاته، والمعصوم من عصمه الله، بل قادرين على أن نسوي بنانه، بل يريد الإنسان ليفجر أمامه، يسأل أيان يوم القيامة، ولم يقل الله لنا القيامة غدا أو بعد غد، لكن بيّن علاماتها. إذا برق البصر، أي حار وشخص وانفتح ونظر بدون إغلاق، شخص يعني إذا برق البصر وخسف القمر، أي ذهب ضوءه، الشمس كورت كما قال الله تعالى، وجمع الشمس والقمر، يقول الإنسان يومئذ أين المفر، وهو الكافر طبعا كما قالوا المفسرون، يقول الله كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر، ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. وهذا أيضا تنبيه خطير لكل إنسان، أيها الإنسان ستنبأ بأعمالك، ستظهر لك أعمالك، إن كانت خيرا ابيض وجهك، وإن كانت شرا اسود وجهك، بما قدم من المعاصي وبما أخر في زمنه الماضي أيضا من المعاصي، تظهر شوم المعاصي، يظهر شوم المعاصي عند لقاء الله عز وجل. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر، وإذا جحد شيئا أو كتمه قال الله بل الإنسان على نفسه بصيرة، أي تشهد عليه جوارحه كما قال ابن كثير وغيره. ولذلك ودليلهم في ذلك قول الحق، اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. ولذلك عند قول الله تعالى يومئذ تحدث أخبارها، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتدرون ما أخبارها، قال الله ورسوله أعلم، قال أن تشهد على كل أحد بما عمل على ظهرها. فلا شيء يستطيع الإنسان أن يكتمه يوم القيامة. ولذلك يقول الباري جل وعلا يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، يتكلم اليد، يتكلم الرجل، اليد كانت توقع الربا تتكلم وتقول وقعت الربا، البطن كان يأكل الحرام، يأكل المال العام، يتكلم يقول وكلت مال الأيتام والفقراء والمساكين، الرجل كانت تمشي بالنميمة والقطيعة، تشهد بذلك اليد التي كانت تكتب القرآن، واللسان الذي كان يتكلم بقال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يوم القيامة يكون صاحبه فرحا مرحا. أما الذي كان يتكلم بلسانه في غيبة الناس يأكل الغيب ويمشي بالنميمة لا يدخل الجنة نمام، نسأل الله السلامة والعافية. كرمك الإنسان على نفسه بصيرة ولو رقم نعم عادة. نعم، فترة أخرى نعود إليك فيها إن شاء الله. شيخ شيخ كنت تابعت بعض من التنبيهات المتعلقة بأهم الأحكام التي وردت في هذا المقطع. نعم، نقول أن رادع المؤمن حقيقة هو هذا يوم القيامة،
فيوم القيامة هو الرادع الحقيقي حقيقي للمؤمن. ولذلك المولى جل جلاله نجد في هذه الصلاة المفروضة أننا نقرأ الفاتحة 17 مرة، ثم عندما نقرأ الفاتحة نجد الآية الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، لأن أنت تتذكر يوم الدين 17 مرة في اليوم والليل. لماذا هذا؟ لكي تحسن من أحوالك وتستعد لهذا اليوم. فينبغي للمؤمن أن يتحسن حاله من صلاة إلى صلاة، لأن كل صلاة تشعره بأنه أمامه يوم فيه من الأهوال ما لم يخطر على بالي. بالتالي كثر القرآن من هذا اليوم، من ذكر هذا اليوم ليرتدي على الإنسان المؤمن، فالمؤمن هو اللي يرتدي بهذا اليوم. ولذلك سبحان الله نجد أن الدول جميعا كل دول لها رادع، لكن عندما يكون هذا الرادع غير موجود أو أصحابه اللي يشرفون عليه غير من الموجودين تنتج الفوضى. أما الله جل وعلا تعبد الله كما في الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فالمؤمن حقيقة رادع الحقيقي هو هذا اليوم، عندما يتذكر ويجمعون يراجع حسابات حسابات. كرمك الله الشيخ، والمشاهدون يحبون أن يسمعوا منك مسألة أهم الأحكام حكم أو إثنان في ما قرأناهم ما يتعلق به. كذلك نواصل فنقول عند قوله تعالى ولا أقسم بيوم لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة، كذلك نجد هذا الحكم الذي يتعلق بالنون المشددة والميم المشددة. هذه الغنن هي في الحقيقة غنن تزيد من رونق القرآن الكريم جمالي. نعم جمالي. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول حسنوا القرآن في أصواتي، فهي رنة جميلة ينبغي للقارئ كذلك أن يحافظ عليها. ثم هذه الغنة يجب أن لا يكون فيها إفراط ولا تفريط، فلا ينبغي أن تتجاوز مقدارها، فمقدارها حركتين فقط. ومعنى ذلك أو سبب ذلك أنها هي النون المشددة والنون والميم هما في جسميهما غنة، فيهما غنة بدون تشديد، وخاصة إذا كان التشديد فجاءت حركتين. ولذلك عندما تقف على ميم غير مشددة أو نون غير مشددة ينبغي من تحسين القراءة أن تأتي بغنة صغيرة خفيفة جدا لا يفهمها أو لا يسمعها إلا المتقنون. فنقول إذا قلنا سكنوهن من حيث سكنوهن إن ربكم، اسمع هذه الميم هي ليست مشددة لكن أنت تيتو يا غنة ضعيفة. إن ربكم اللي هي الميم هي الميم مشددة، لكن وحتى النون المسددة تقيف عليها تقيف. ولذلك مراتب الغنن خمس مرات منها النون الغير مشددة، الميم غير مشددة، يعني فيها نسبة من الغنة نسبة بسيطة لأن هي في جسميهما غنة. وذلك غنة بمقدار حركتين في النون المشددة والميم المشددة فقط، أما في مقدار حركتين في الأقلبي أو الإقلابي أو الإخفائي أو الإدغامي فنأتي بحركة وزيادة نص لا تي بغنة لا لو بحركتين. ويعني وشكل الوقف على النون المشددة لا ذاك واك واضح. النون المشددة تقف عليه بغنة، عليهما بغنة. نعم لم يطمثن إنس قبلهم ولا جان، وذلك هو المهم لأن كثير يخطأ في هذا. نعم هذا هنا مد لازم سببه هذا السكون، ثم غنة سببها التشديد. نعم غنة مقدار حركته، فنأتي بهذين الحكمين. هاي النون الفأخير المشددة كم نون؟ هي نونين، هي كل حرف مشدد حرفان معروف على وهم. ما هي حركة هذين الحرفين؟ حركتين، إذن حركتين بمقدار ألف، الحركتين بمقدار ألف، وأربع حركات بمقدار ألفين. لكن هي النونين كلهم مشدد كلهم مساكنة؟ إذا ساكنة إذا نأتي بحركتين، هو حركة واحدة للنون لأن نعم لكن حركتين مقدار ألف، فنقول ثلاثة ألفات مقدار ست حركات، مد مقدار ست حركات، يعني كل قال هذا مقدار حركتين، هذا مد طبيعي.
وسمي طبيعي طبيعيا لأن الشخص الباقي على خلقته السليمة لا يزيده ولا ينقصه. ينقصه. نعم لا تجد أحد يقول قال لا قال إذا هذه المشددة مهمة جدا المحافظة على الغنى التي فيها التي فيها نعم بالنفس كذلك هذه الفاء نجد الخطأ فيها كثيرا وكذلك الجيم فالفاء هي من حروف لها صفة تسمى بصفة الهمس فهو سوى فحثه شخص سكت قال الجزري نعم بالتالي نأتي بهذا الهمس أنا أقول نف أو نفسي فقال نعم 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 إذا الشيخ بدون الوقت بدأ يطاردنا أنت شاب ما شاء الله مجازي إذا كان لديك كلمة نحب الشباب أن يسمعوا منك أيضا توجيه مهما كان يتعلق بهذا يعني الأخطاء التي يسمع دائما هي هذا اللام الساكن قبل النون كيف جعلنا دائما بعض الإخوة يأتي بقلقلة فيه ما في قلقلة كذلك أيضا هذا ما يسمى الانفكاك الميم الساكن قبل الواو عليهم ولا الضالين والانفكاك بالمناسبة هو اصطلاح محلي ليس نعم اصطلاح محلي ويسمى عند أهل التجويد ب ب ب بالإظهار الشفوي يسمى بالإظهار الشفوي لأن سمي شفويا لأن حروفه جميعا هي مخرج الشفتين شفتين فالواو من الداخل والميم من الوسط والباء من الخارج قرأنا نحن الموريتانيين سموا انفكاك لكن انفكاك هما لمعرفتهم لحكم الإظهار في الحقيقة بقية هناك مبالغة مبالغة كأن أن تقلقل الميم نقول عليهم ولا لا عليهم هذا مخرج هو الشفتين عليهم إطباق الشفتين عليهم ولا ولا هكذا واو من معنى أني إذا قلت ما و ما يصالح لا أقول عليهم ولا هكذا بسيط جدا ما لا يوكل شيء عندما نقول عليهم هم ولا تكون قلقلة في الميم والميم ليست من حروف القلقلة إذا وكذلك ما ذكر طالب القارئ قال بأن هذا الخطأ كما ذكر خطأ شيء وفيه خطأين بعضهم يضغم اللام في النون جعلنا وبعضهم يقلقل اللام يقول جعلنا خطأ فكيف نخرج من هذين الخطأين أن لا نقلقل اللام لأنه اسم حرام وأن لا نضغم اللام في نون لأنه اسم حرام سبحان الله هذا يحتاج إلى تعود وانتباه نعم تعود تبارك الله فيكم شيخ إذا الشيخ نحن ربما تكون ما زلنا في الوقفات الأولى لكن ربما كانت هي الأخيرة أيضا بسم الله الرحمن الرحيم بل الإنسان على نفسه بصيرة أي تشهد عليه جوارحه تأتي الآية الأخرى وهي أمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم بتلقي هذا القرآن لا تحرك به لسانك لتعجل به هذه تذكرني بقول الحق جل وعلا ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه نعم هنا لا تحرك به لسانك لتعجل به وثم بشره الله فقال إن علينا جمعه وقرآنه أي علينا أن نجمعه لك في صدرك وأن تقرأه وقرآن إذا قرأه جبريل فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه نعم فهذه بشارة من الله عز وجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل سيجمع له هذا القرآن وسيجعله يقرأه كما يقرأه جبريل عليه السلام فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم دائما يقرأ جبريل يقرأه معه بسرعة لأنه يحب هذا القرآن فهل نحن نحب هذا القرآن يا إخواني وهل نقرأ هذا القرآن لا بد يا إخواني من محبة هذا القرآن ومن تلاوة هذا القرآن فإنه صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه رواه مسلم وقال صلى الله عليه وسلم الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران حديث متفق عليه وقال صلى الله عليه وسلم النهر الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب فلابد إخواني أن لا تكون جوافنا كالبيت الخرب لابد أن نقرأ هذا القرآن ولابد أن نتعلمه ونتدبره ولكن لابد أن نقرأه بصفة صحيحة لا تحرك به لسانك لتعجل به هذا قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم لكنه أيضا يقال لنا جميعا لابد أن نتبع يعني التجويد في هذا القرآن ذلك الله عز وجل يقول ورتل القرآن ترتيلا سبحان الله نلاحظ أيضا في هذه السورة تحدثت عن القرآن أيضا وعقبان سورة المدثر وسابقاك المزمل وحقيقة تحدثت هذه السور عن القرآن وتحدثت عن ملء جوف الليل بالقرآن نعم
إذا ماذا تقول فيها؟ أقول فيها في في هذه السورة وأن سورة المزمل وردت فيها سبع منميات الإيمان وهي قيام الليل، ترتيل القرآن، ذكر الله، التبتل إلى الله، التوكل على الله، الهجر في الله، والصبر في الله، سبع منميات. والوقت يا كريم يكون ضيق نرتل هذه السبع منميات. تفضل أخي، نحتاج إلى ذلك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا، إن لك في النهار سبحا طويلا، واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا، رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذ وكيلا، واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. صدق الله العظيم، هذه المنميات السبع ضرورية. كذلك هذا قيام الليل، يقول صاحب الظلال عليه رحمة الله، يقول من لم يقم هذين القيامين ما حمل الإسلام إلى نفسه ولا إلى الناس. وكلنا يحب أن يحمل الإسلام إلى نفسه وإلى الناس. قيام الأول، يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. والقيام الثاني، يا أيها المدثر قم فانذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. فلابد لكل أحد يريد أن يحمل الإسلام إلى نفسه يقوم الليل حتى تأتي عظمة الإسلام في قلبه والخوف من الله عز وجل في قلبه. ثم لابد أن يدعو إلى الله عز وجل لكي يكون من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم. فرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله له: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فلابد يا عباد الله المستمعين والمشاهدين من أن نكون جميعا دعاة إلى الله عز وجل، نبتغي بذلك وجه الله عز وجل حتى نؤمن أوطاننا ونؤمن أمتنا من كل سوء ومن كل، لأن المعاصي انتشرت ولم يكن هناك آمر بالمعروف ولا نهي عن المنكر هلكت الأمة. فالله يقول: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. لكن لابد الداعية إلى الله لأن يقوم الليل، وكلنا دعاة إلى الله. كرمك الله يا شيخ، نرجو المجتمعنا ما يعد حد فيه إلا ويدعو إلى الله ويأمر بالمعروف. كرمك الله يا شيخ، توقفت على أنا ومن اتبعني، كيف نقف عليها؟ أنا ومن اتبعني. نعم. وقاعدته في ذلك هي أصلية. مثلا أحيانا نقول لا، هناك زوائد هانا وأكرما، ذيك هانا ذيك ليأتي زوائد نقرأها في الوصل ولا نقرأها في الوقف. نعم، بينها فرق بين الياءات الأصلية. الياءات الأصلية تقرأ في الوصل وتقرأ في الوقف. إذا هذا تنبيه جدا ينبغي أن يتنبه. عندي تنبيه آخر في هذه الآيات ما يتعلق بالترتيل. الله جل وعلا يقول: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه. فهذا دليل أخذه أهل التجويد بأن القرآن أخذ بالتلقين بالحنكية. الله جل وعلا يقول لنبيه: لا تحرك به، يقرأه جبريل ثم تقرأه أنت. من هنا كان التلقين مهما جدا لقراءة القرآن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعجل القرآن بحبه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم هو لقن جبريل القرآن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمي وأميت أمية تسريفية. وقال الله فيها: وما كنت أتلو من قبل من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. نعم، بل هو آية بينات في الصدور. من هنا ينبغي للمتعلم أن يسمعه شيخه المقطع الذي يريد أن يحفظه. نعم، لكي تكون هذه تلقاه. نعم. لا تحرك لسانك، فإذا قرأناه فاتبع القرآن، إذا نقرأه عليك ثم تقرأه أنت بحثه. ومن هنا جاء عندنا في المحاضر أن الشيخ إذا كتب الطالب حظه اليومي أو حسبه اليومي أو همنه اليومي يستمع للشيخ أولا ثم يقرأه، يجعله في مرسل ثلاثة قبابين سبحان الله، حتى يعني يسقمله كما نقول، يسقمله حتى للقميل. هذه طريقة وسنة حسنة سبحان الله، فهي طريقة صحيحة. نعم، طريقة جبريل. نعم سبحان الله. من هنا كذلك أيها المزمل كما ذكر الشيخ، نلاحظ أن هناك شرطان بينهم الله جل وعلا في
حمل هذا القول الثقيل قيل بأنه الشريعة الإسلامية عباء الشريعة الإسلامية كيف تحمله ومن ليلة قالين قيام ثم رتيل القرآن ترتيل سبحان الله بدون مدرسة الرجال قراءة القرآن ترتيل القرآن بالطريقة الصحيحة التي نزل بها القرآن في الثلث الأخير من تحمل أعباء الرسالة سبحان الله يشرط في تحمل أعباء الرسالة يبدو أنه مادة أساسية في تكوين الرعي المسلم الذي يناط به حمل هذه الرسالة نعم ولذلك الشيخ نحن مشتاقون أن نسمع منك ختاما لهذه الحلقة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا صدق الله العظيم كرمك الله يا شيخ حقيقة يا ليت لو كنا تابعنا مع هذه التلاوة مع هذا التدبر الذي يقودنا إلى فضاء هذا الكتاب المبين إذن كان معي أيها السوم معكم أيها السادة المشاهدون فضيلة القارئ الراجل العثمان شكرا لك إن شاء الله تكون لنا بيننا لقاءات أخرى على درب هذا الكتاب وفي رحاب هذا القرآن أيضا كان معنا الشيخ والإمام عبد الله والعبد المالك شكرا لك يا أخي على هذا الشرح الذي لم نتمكن من وجود وقت يكفي للمتابعة فيه وأيضا الشاب المجازي صاحب الصوت الجميل أباه عالم السيد عثمان شكرا لك على حضورك معنا وشكرا لكم أيها السادة المشاهدون إلى أن يضمنا لقاء آخر نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته